والله والبس الهارنس يا أرموز. اسمه الهارنس. الهارنس. بعد ما تخطيت فوبيا القطط لسه عندك فوبيا من ايه؟ لا ما عنديش فوبيا من حاجه، بس ان شاء الله باذن الله بعد التجربه هقول لك ان الخوف انتهى تماما خالص خالص بعد التجربه. بيقولوا الصحفي او الاعلامي ما ينفعش يقفل تليفونه لاي سبب، الكلام ده صحيح؟ لا لا مين اللي قال؟ لا لا خالص نص كمان بجد؟ لا لا هي دي معلومه خاطئه. لا 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 امال انت بتفصل ازاي؟ بفصل ازاي؟ اه بفصل التليفون خالص خالص خالص. طيب قول لي ايه الاغنيه اللي بتعبر عن الحاله اللي انت فيها دلوقتي؟ يا ليل بعت سلامي للناس الطيبه ترارا، فكرهم بالمحبه وبايام الصبا. يا ليل بعت وهكذا. اوكي طب دلوقتي هسالك سؤال، لو انت جاوبته في 3 ثواني بالظبط مش هخليك تنط لو انت عايز. كم عدد مفاتيح العود؟ انا عندي 12. 12؟ 12 صح، هو 12 ده 14. بس انت جاوبت في اكتر من 3 ثواني فانت كده كده هتنط برضه. هنط؟ اه كده كده هتنط. متحمس طيب اهم حاجه؟ جدا. يلا بينا جدا. يلا بينا يلا. انا جابت حاجة نطيت فيها الدرع. أوه أوه أوه. 1 2 3 4 All engines running. اللي معاه ربنا هيمشي على الميه. مية 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 والله مية مية، بس أنا جابت برضه جابت. أنا طار في السماء بعشق من وما الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. هو انتوا بقى مبسوطين قاعدين هنا على الأرض بس والحمد لله على السلامة؟ مش أنت كمان اتبسطت فوق؟ شكرا يا كابتن. الحمد لله على السلامة. جامد يا كابتن والله. الحمد لله على السلامة.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.